نستفتح الحلقة بمقولة جدة أم الرخاء والشدة. حبايبي يا أهل جدة، هذه صورة لكم، يعني أنا أشوفها من أجمل الصور للمدينة الحبيبة حقتكم، تبين الجمال المعماري في جدة. طبعاً قبل لا ندخل في بعض التفاصيل اللي موجودة في الصورة، كالعادة لازم نتكلم عن مين المصور. المصور واحد هولندي اسمه دانيال فاندر ميولن. دانيال كان دبلوماسي هولندي وباحث ومصور، جاء الجدة حول 1926، وقبل لا يجي درس اللغة العربية ودرس الإسلام لمدة 3 سنوات، وكان وظيفته الأساسية في جدة أنه يشوف أمور الحجاج اللي جايين بالمستعمرات الهولندية. فكان يعني هو اللي يطبع على أوراقهم، هو اللي يعني يأخذ لهم صور، هو اللي يشوف لهم طرق عشان لما يصلون جدة يأخذون مسارهم ويروحون المكة للعمرة أو للحج. يعني أنا بالنسبة لي أعتقد أنه هو كان إنسان جدا محظوظ، لأنه كان فعلا في مدينة اللي هي تعتبر منبع من منابع الثقافات العالمية، يعني المدينة التي ترى جميع الثقافات العالمية تمرها على أساس تروح البيت الله اللي موجود في مكة.